الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتحل علينا يا ربنا ما أشغله، وتحل لنا بها ما أشغله، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. أحبتي في الله، نتجدد اللقاء معكم في هذه المحاضرة لموضوعنا، وهو طبعا فقه المعاملات، وهذا الموضوع الذي وصلنا به إلى الربا. أحببت الإعادة ثم تخبئة الموضوع. الربا عرفناه لغة الزيادة، وقلنا الزيادة تحصل في أحد العوضين دون مقابل في الآخر، وتشترط هذه الزيادة في العقد طبعا، ومنها أخذ من قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومنها قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي زيادة، يعني أكثر من أمة. وبالنسبة إلى الاصطلاح فقد عرفه يعني هناك يعني حقيقة الفقهاء، منهم يعني البابورتي في العناية: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع، الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع. وعرفه المرغنياني من الحنفية: هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. وانتبهوا إلى كلمة شرط فيه، فإنه يعني إذا لم يكن مشروطا هل هو حلال؟ الجواب كلا. إذن هو ليس معنى أنه إذا لم يكن مشروطا فهو حلال، لا، لأنه قد يكون هذا في النية. عاد راح تشتغل هنا يا قضية النية، إنما هو مشروط في العقد هذا إذا كان على الحقيقة. أما إذا كان على المجاز، يعني مثلا يعني هو لم يوضح فيما يعني يصدره من ألفاظ بأنه فائدة، لكن يغير أو يحاول أن يفعل يعني صورة من الصور التي هي يقع فيها الربا، فهذا حتى ولو لم يكن مشروطا فهو حرام. والشافعية: هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير البدلين أو أحدهما. يعني تقريبا أغلب الفقهاء متفقين يعني أن الشافعية فقط ضافوا على إيش؟ شوف هنا مثلا الحنفية: الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض المشروط له أو شرط فيه. يعني ما ذكروا التماثل وما ادري ايش. هنايا البابورتي طبعا في العناية، اللي هو ايضا حنفي: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع. لكن الشافعية ذكروا: هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، ذكروا المعلومية، ذكروا التماثل، ذكروا خلاف معيار الشرع مع تأخير احد البدلين. هذه كلها يعني قيود احترازية لهذا التعريف. وعند الحنابلة هو الزيادة في أشياء مخصوصة. فالربا في نظر الفقهاء هو زيادة تحصل في أحد العوضين دون مقابل في الآخر، وتشترط هذه الزيادة في العقد. السؤال: من أين جاءت حرمة الربا؟ طبعا جاءت من الكتاب والسنة والإجماع، لا شك يعني هذا الأمر أنه إيش جاء من فنشوف مثلا على سبيل المثال من القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل في القرآن قضية الربا يعني في سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمنطوق يدلل على أنه في اللفظ تحريم الربا وحلية البيع. وأيضا ذكر الله عز وجل أن الذين يتناولون هذا العقد: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من السنة راح أشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر: اجتنبوا إيش؟ السبع الموبقات.
قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وعن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. قضية لعنة يعني طرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله يعني. لكن آكل الربا وقاتل النفس وغير يعني من هذه الأمور اللي هي الكبائر، هل لها توبة؟ نعم لها توبة. وطبعا جاء في سورة البقرة قال الله عز وجل يعني وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر الخلود يعني، إذا أصحاب الربا الذين يأكلون الربا في جهنم خالدون، هذا طبعا النص، وذكر هذا في سورة البقرة. وهذه أول إيش يعني ما يسمى ب أن نقول هذه أول آية حقيقة، لكن جاءت آية لاحقة فيما بعد في سورة النساء تذكر قول الله عز وجل، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذا قضية الشرك بالله عز وجل لا مغفرة في هذا الأمر، أو لا غفران للرجل ولا للمرأة في هذا الأمر لمن يشرك بالله عز وجل، لكن فيما عداه قال ويغفر ما دون ذلك يعني القتل وغيرها وغيرها. فإذا المرابي إذا تاب يعني إلى الله عز وجل فهذا راح يكون مع الله عز وجل فيقبل الله توبته. وإذا كان من ناحية المال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كل ربا، كل درهم خرج منه درهم آخر بالربا فهذا الدرهم يجب أن يتخلص منه الإنسان. إذا هناك حقوق مع الله عز وجل، هناك حقوق مع البشر يتحلل بها الإنسان. فإذا الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولذلك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر آكل الربا، لا مو بس آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. ومن ناحية الإجماع أيضا أجمعت الأمة على إيش؟ أجمعت الأمة على أن الربا شنو محرم، مو بس محرم فقط في شريعتنا بل هو محرم في شريعة من سبقنا. وذكرت ذلك في قول الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني هو طبعا من أكبر الكبائر، بل قال الماوردي الشافعي حتى قيل أنه لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل يعني الكتب السابقة. كم نوع للربا شباب؟ نوعين عندنا، الأول ربا الفضل والثاني شنو هو؟ ربا النسيئة. طبعا ربا الفضل يعني يعرفون الحنفية بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروطا لأحد المتعاقدين في المعاوضة. الفضل الزيادة، قال أي لا يوجد مقابله شيء، عن عوض أي عن عوض غير موجود أصلا بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين، طبعا مشروط وهو لأحد المتعاقدين في المعاوضة. وربا الفضل يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرهمين نقدا أو بيع صاع قمح صاع قمح بصاعين من القمح ونحو ذلك. هذا الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر به تقريبا 7 أصناف يمكن، الذهب والفضة يعني قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر شعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخر الحديث. هذه الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يدخل بربا الفضل اللي هي المقيلات التي تؤكل يعني الطعام، وربا النسيئة تقريبا أيضا يدخل بها لكن يدخل بالأجل، والذهب والفضة يدخل فيهما ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر. وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز، فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر. هذه الزيادة يعني هو مو اثنينهم،
لا، وإنما هي توجد لواحد دون الآخر. هذه الزيادة تضبط وفق المعيار الشرعي من قيل أو وزن، وعليه فإن الأمور الغير الربوية كالأراضي والأثاث والبسطة لو بيعت مثلها فإن الزيادة ليست ربا. هذه أخذناها في المحاضرة السابقة. وما جاء عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، نفس الجنس. ولذلك وهي أيضا الثمنية تضبط من العلة، فإذا لا يجوز بيعهما بتفاضل، لأن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فإذا صار الدينار آخر زيادة فهو فضل خال عن عوض، وهو مشروط وبالتالي هو حرام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، والصرف ها وها. قضية الصرف هنا يعني الدينار بالدينار معروف يعني، والدرهم بالدرهم أيضا، والدينار ذهبي قبل، والدينار والدرهم فضي كان يستخدم ويستعمل، لأنه كانت روما تصدر هذه، الروم يعني هم عندهم عملة ويصدروها للعرب، فكانوا العرب يعني ما عندهم، ما زالوا غير يعني مبتكرين لقضية طباعة النقود أو سك العملة في ذاك الوقت. بالتالي يطلق الدينار على الدينار الذهبي والدرهم بالدرهم الفضي. ولو نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يعني دينار بالدينار والدرهم بالدرهم، هذا واضح، لا فضل بينهما، أي لا تفاضل، لا دينار بدينارين ولا درهم بدرهمين. فمن كانت له حاجة بورق، يعني مثلا حاجة بالفضة، فليصرفها بذهب، مثلا درهمين بدينار، لأنه يختلف دينار الذهبي عن الدرهم الفضي في السعر في الكذا، وهما ليسا نفس الجنس، يعني هما مو نفس الجنس. هذا الذهب والفضة يقول لك هما جنس مختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ثم تضبطهم شنو؟ الثمنية فقط. فإذا بالتالي هنا نرى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح، كانت له حاجة بورق يعني بفضة فليصرفها بالذهب، ومن كانت له حاجة بالذهب فليصرفها بورق، والصرف ها وها، يعني سلم وسلم. والذهب بالذهب على اعتبار، والفضة بالفضة، منهم من قال أن الذهب والفضة سواء، يعني لا يصرف يعني بزيادة بعضهم يعني، وقال أن الذهب والفضة سواء، لكن طبعا احنا نشوف أن السعر يختلف، والفضة الآن لا قيمة لها حقيقة، ترى أن المثقال الواحد تقريبا اللي هو يعني ما يساوي لا يجوز 25,000 دينار أو 30، بينما الذهب يعني الآن وصل إلى تقريبا حوالي 380 أو 390 إذا ما نزل يعني قليلا. وقوله صلى الله عليه وسلم من الحديث الآخر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثل بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كلمة يد بيد هذه يعني على مود قضية النسيئة حقيقة، يعني لا يوجد هناك نسيئة في القضية، وإنما النقد مسلم، وإنما لا يجوز بيعها بالأقساط، ولا يجوز بيعها بالآجل، وإنما يجوز بيعها فقط بالنقد، وهي الذهب والفضة إذا اعتبرت على أنها ثمنية وليست سلعة. أما إذا اعتبرت سلعة، فبعض الفقهاء الآن المعاصرين جوز بيع الذهب مثلا بالأقساط أو بالآجل نسميه، ولكن هناك من حرم ولا زال يحرم على ما ذهب إليه فقهاؤنا في العصور الأولى، أن الذهب والفضة يعني تبقى على ما هي عليه حتى ولو لم يعني فقدت خاصية الثمنية، وإنما بقيت فيها علتها، يعني بقيت أنها سلعة وليست، وصارت سلعة عفوا، وتحولت يعني من الثمنية إلى السلعة. حتى ولو تحولت وصارت يعني سلعة دون الثمنية، فتبقى على أصلها بالتحريم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني يخرج القيد بيد من قضية الربا، يعني حتى ما تقع في هذا الأمر.
بالنسبة إلى ربا النسيئة، هذا من الفضل احنا تكلمنا عنه. النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. وذكرت آية في القرآن الكريم نوع هذا الربا، قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا إنما النسيء زيادة في الكفر في الأشهر، كانت بعض العرب يتلاعبون بها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب حجة في حجة الوداع، خطبة الوداع، يعني قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وذكر من عندها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر يعني رجب وشعبان، وقال: هذا رجب، رجب ربيعة، رجب مضر، لا رجب ربيعة. ويعني أكد، لأن ربيعة كانت تحرف في هذه القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم يركز على أن هذا الرجب رجب مضر لا رجب ربيعة، فكانت من العشائر التي تحتفظ بهذا الأمر، بينما ربيعة كانت يعني تعمل بالنسيئة زيادة وتحذف وكذا، حتى يعني في الأشهر الحرم، لأنها طبعا رجب من الأشهر المحرمة، فيها أربعة حرم اللي هي رجب وشعبان وشوال وذو القعدة، أو ذو القعدة، زين، أقول لك ورجب، وعفوا رجب ومحرم الحرام وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة، هذني أربعة، أربعة حرم. فكانوا هذه الأربعة أشهر لا يجوز فيها القتال، ولا يجوز فيها التعدي يعني شخص على آخر وإلى آخره، وكان فيها يعني التزام بهذه القضية، التزام يعني ما ممكن أن يخطر على بالك أنه لو مر قاتل أبو الرجل لو مر قاتل أبو الرجل فإن الرجل لا يشهر سلاحه ولا يعني يقتله في هذا الشهر أبدا، التزام كامل. لأن هذه الأربعة أشهر التي ذكرها الله عز وجل تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف فيها الحسنات، يعني يضاعف الله عز وجل، لأن هذه الأشهر، فأحذر يعني طلابنا، أحذروا في هذه الأشهر أنه تعمل شيء يخالف شرع الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرت الآية، قال إن يعني الله سبحانه وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في كتاب الله في يوم أنه خلق، هذا الأمر يعني وضع في كتاب الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ففي كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منذ أن خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم، سماه الدين القيم، يعني مثل ما وردت في غيرها، يعني مثلا في سورة يوسف، يعني هنا في قضية الشهور والتلاعب بها، يعني هذا أمر شرعي ما يمكن أن واحد يتجاوز عليه، إذا الأمر الله عز وجل سنّ فيه على هذه الأشهر، وبالتالي ما يمكن أن واحد يجي يقول والله هذا الشهر ما خلينا هذا خلينا، فهذا الله سبحانه وتعالى وضع له إيش حرمة، لا يجوز التعدي ولا يجوز إيش يعني حقيقة أن يتلاعب في هذه الأمور. والثانية قضية المنهج القرآني، المنهج في حكم الله عز وجل، المنهج في المعاملة في الأخلاق إلى آخره، هذا أيضا لا يجوز إيش أن الإنسان يتلاعب بها. لذلك قال يعني يوسف لما دخل السجن وكان يتحدث مع النزلاء اللي موجودين معه ليرغبهم في شريعة الإسلام، ماذا قال؟ قال: إنما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فإذا قضية الحكم لمن يكون؟ لله عز وجل، فلا حاكمية لغير الله عز وجل، وإنما
ولا هناك يعني يصدر قانون ولا حكم على ايش؟ على حكم الله. يعني القانون يستعلي على قانون الله، او حكم يستعلي على حكم الله، بل انه لا يجوز. لذلك قال الله عز وجل: لا تقدموا، هذا امر، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني كلمة لا تقدموا اي لا تقدم، لا تضع شيء على حكم الله عز وجل، يعني يستعلي، ولا امر على امر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل واجب الإذعان والخضوع لمن؟ لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني حقيقة فيما يخص ربا النسيئة. وصورة تحقق النسيئة أن يباع المال الربوي بمثله جنسا وقدرا كبيع قيلة حنطة حالة بقيلة شعير مؤجلة. حالة يعني حال، الفعل يعني حال، وهو أن يكون يعني الفعل فيه زمان، مثلا يكون في الماضي، يكون في الحال، في المستقبل. هذا طبعا في حقنا، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا زمان، لا زمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون له ماضي ولا، وإنما يكون على الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم المشاهدة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني يخاطبهم بالمشاهدة البصرية. حتى في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم شاهد موسى عليه الصلاة والسلام، قال: شاهدوا عند يعني عند الكثيب الرمل الأحمر يصلي قائما يصلي. ومن ها هنا مثلا لبى فلان، هود لبى من ها هنا، فلان لبى من ها هنا. وكان يعني يضع الأنبياء بصورة اللي هي حالية وليست، وأيضا في المستقبل، يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الماضي فلا يوجد مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه ماضي. معانا نحن البشر أي نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم لا. وسبب التحريم مع التساوي في العوضين قدرا، فهو بسبب الزيادة في القيمة، إذ لا يقبل أو لا يقبل أحد العاقدين عادة تأجيل تسليم أحد العوضين إلا عند الزيادة في القيمة. بالنسبة لاختلاف الفقهاء في علة الربا، ما هي العلة؟ حقيقة احنا عرفناها، لكن نريد نذكر يعني ايضا نرجع شوي نعرفها. تبع على قضية العلة، العلة لغة معناها الحدث، العلة الحدث الذي يشغل صاحبه او يشغل صاحبه عن حاجته، او عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل به، المحل حال المحل بلا اختيار، يتغير حاله من حال إلى حال. ومنه يسمى المرض علة بحلوله، لأنه يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. بالاصطلاح، واللي هو أهم، هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه. ما يتوقف عليه العلة، يعني ما يتوقف عليه وجود الشيء يكون خارجا مؤثرا فيه، أو هي الوصف الظاهر المنضبط. كلمة الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما، أو هو المعنى المقتضي أو المقتضى للحكم المؤثر فيه في الشرع. انتبهوا على قضية الوصف الظاهر، وسأضرب لكم مثالا، وهي الخمر. فالخمر لماذا حرمت؟ ألأنها صفراء أم حمراء؟ أم أنها يعني من الألوان الأخرى التي تعطيها؟ فإذا قلنا من أجل اللون، فاللون نسبي يتغير وهو غير منضبط، وهو صحيح الوصف الظاهر لكنه غير منضبط. لذلك يجب أن يكون هذا الوصف منضبطا حتى يمكن أن يبنى عليه الحكم. فلو أخذنا على أنها مثلا بالألوان أحمر ولا أصفر ولا كذا، لا، هذا أيضا رحمي. أو أخذناها على أمور أخرى، قليل وكثير وما أدري إيش، هذا أيضا ما. ولكن قلنا وصفا ظاهرا منضبطا، فوقع في أذهان وعقول الفقهاء الإسكار، ذهاب العقل،
فقالوا هذا هو الوصف الظاهر المنضبط للخمر، فهي علة التحريم. فهناك علة ومقصد، وبينهما عموم وخصوص. فالمقصد أو المقصد من تحريم الربا كما جاء في سورة المائدة من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس السوء من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيش تفلحون. المقصد: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن هذا هو المقصد في تحريم الربا، لكن العلة أخص من المقصد أو من الآن اللي ذكر في نص الآية. فعلا إنما يريد الشيطان لمن تناول الخمر أن يذهب عقله، فماذا يقول؟ يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم، وهذا الأمر المهم، عن ذكر الله، وذكر الله هنا الصلاة، عفوا، عن ذكر الله هو الذكر نفسه، وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذه هي القضية. ولما نزل هذا الحكم قال الصحابة: انتهينا يا رسول الله. إذن احفظ كلمة أو احفظ التعريف الوارد في العلة، لأنه مهم، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه حكم وربط به وجودا وعدما، أو هو المعنى المقتضي للحكم المؤثر فيه في الشرع. بهذا يتبين أن العلة مؤثرة في الحكم، أينما تكون العلة يوجد الحكم، وأينما تنتفي ينتفي الحكم. إذا ما الفرق بين الحكم والعلة؟ تبوا لي هذا السؤال، ما الفرق بين الحكم والعلة؟ أولا، الحكم هو الأمر المنصوص عليه، ولما نقول يعني الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، خطاب وفيه وجوب لأنه فعل أمر، وأقيم كلمة يعني أقم الصلاة، ففعل الأمر يدل على وجوبها، وهذا الوجوب بالتقسيمات في أصول الفقه هناك 5 تقسيمات عند الجمهور، وهناك 7 تقسيمات عند الحنفية. إذن الحكم هو معرفة مراد الله من خلال خطاب الله، معرفة مراد الله من خلال خطاب الله عز وجل، وهذه المعرفة تدل من اللفظ الذي يلفظه الإنسان، وأيضا باللفظ، يعني لما قلنا لفظ الإنسان، لكن خطاب الله عز وجل هو الذي يعنى بهذا الكلام، ولا أريد أقربه بالشاهد يعني، ولله المثل الأعلى، فيما يخص هذه الأمور من واجبات أنيطت بالمسلمين في شريعة الله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحكم معرفة مراد الله أو فهم مراد الله من خلال خطاب الله عز وجل، وخطاب الله عز وجل للمكلفين. فلما يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فعل أمر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة شنو؟ فاغسلوا. إذن جاء كلمة شنو؟ فعل أمر. إذن العلة، والعلة تختلف عن الحكم، لأن الحكم كما ذكرنا بيان مراد الله في خطاب الله، وأما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم على غير الحكم المنصوص عليه. فهو يبين لك مدى هذا التحريم وهذا النهي، لأن مرات تجي على قضية النهي، لكن النهي هنا للتحريم، ويأتي النهي هنا ليس للتحريم بل للكراهة، ويأتي للكراهة التنزيه يسموه. مثلا: لا تقربوا الزنا، يقول لك هو ما قال لا تفعلوا الزنا، هو هنا لا تحريم، لأنه ما يفهم باللغة العربية، ما يفهم الحال. لا تقربوا الزنا يعني معناه شنو؟ لا تفعلوا الزنا. زين، لا تقربوا الزنا فإنه كان فاحشة وساء سبيلا. زين، فإذا الحال في الحكم هذا،
والعلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم. يعني أولا وصفا، يعني يأخذ كلمة وصف لا صفة. ثانيا يأخذ الجانب الظاهر، يعني الظاهر اللي هو مبين ذاك هو عيانا كالخمر الإسكار، ومنضبط كالإسكار، ومناسب كالإسكار. كل هذه الشروط الأربعة، الوصف والظاهر والمنضبط والمناسب، كلها شروط يجب أن تتوفر في العلة حتى يقال أنها علة صحيحة. وطبعا في هذا أقوال، هي أولا ذهب الحنفية والحنابلة في أظهر الروايات عن الإمام أحمد والإمامية إلى أن علة الحكم فيما يخص، والآن هذا يتكلم عن الأصناف الأربعة أو الخمسة، عفوا الأصناف الستة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا السؤال، هل أن هذه الأصناف الستة فقط هي المشمولة بهذا النهي أو هذا التحريم، ولا يتعداها إلى غيرها؟ هذا طبعا الجواب عنه راح يكون فيها أربعة أو فيها أقوال أو فيها مذاهب أو إلى آخره. ولو جئنا إلى قول الحنفية والحنابلة في أظهر الروايات، وكلمة أظهر على وزن أفعل، نعم، بصيغة المبالغة، يعني أظهر يعني أوضح مما يفتى فيه في المذهب، عن الإمام أحمد والإمامية إلى أن علة الحكم في هذه الأصناف الأربعة، طبعا احنا متفقين أن الذهب والفضة ثمنية، إذن علتها الثمنية أي الثمن. وقيل أنه يعني ما حرمت الذهب والفضة في هذا، يعني بهذه الدقة بهذه المعاملة، إلا لأجل حتى أن لا يعني تكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يعني يدخروها بعض الناس على شكل الحلي وكذا إلى آخرها، وبالتالي راح يفقد السوق خاصيته التي يجب أن تكون فيها العرض والطلب، والأموال تتقدس في مكان واحد وهم الأغنياء دون الفقراء. فهذا يعني جزء من يعني المقصد من التحريم. وقالوا في الأصناف الأربعة اللي هي الحنطة والشعير و يعني التمر والملح، أنه قدر وجنس، قدر وجنس، ويعني معناهما طبعا القدر والجنس القيل والوزن مع اتحاد الجنس، هذا هو في ربا الفضل الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث. وفق هذه العلة يتقرر ما يلي، لكل علة يعني يذكرها الفقهاء طبعا راح يكون لها حقيقة جانب مؤثر في الحكم، يخرج أشياء ويدخل أشياء. فلو جئنا على الرأي الأول أو القول الأول للحنفية والحنابلة، لو باع إنسان سلعة مقيلة بجنسها فيجب التماثل في العوضين، باع سلعة مقيلة يعني كيل، يعني يقال بها، قبل كانوا يعني يقيلون قيلا، كيلة بكيلة، أو مثلا على سبيل المثال الأوزان كانت قبل يعني تختلف على أوزاننا الآن بالكيلوات، هم لا، قبل كانوا يقيلون مقيلات، فيضع مثلا كذا وكذا مقابل كذا وكذا فيسمى كيلا، ويسمى وزن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة غرامات ومثاقل، والمثقال عند العجم يعني تقريبا 95، مثقال العراقي تقريبا 100، يساوي 100 غرام، معناه 95 غرام. فلو باع إنسان سلعة مقيلة بجنسها فيجب التماثل في العوضين، فتباع قيلة بقيلة أو قيلتين بقيلتين، فإذا اشترطت الزيادة في أحد العوضين فالزيادة هي ربا وهو حرام. يعني بر
نقول حنطة خبازة في حنطة أخرى غير خبازة تستخدم على في الحيوانات. فيقول له هذه الآن مثلا وزنها اللي هي 100 كيلو مقابلها جديد مقابلها 50 كيلو. فإذا 100 كيلو هذه اللي هي الحنطة الغير ال50 كيلو هي الحنطة اللي تخبز يعني يخرج أو يستخرج منها الخبز، والحنطة الأخرى مقابلها هي التي لا يستطيع الإنسان أن يستخرج منها الخبز وإنما تستخدم علفا للحيوانات. أجلكم الله. أما إذا يعني بيعت السلعة بغير جنسها، بيعت السلعة بغير جنسها وإن كانت مثلها في التقدير كالحنطة والشعير أو الذهب بالفضة، فإن اشتراط الزائد في هذا الموضوع جائز كبيع قيلة حنطة بقيلتين أو مثقال ذهب بمثقالين فضة. ليش؟ لأنه اعتبروا الأصناف هنا اختلفت، الأصناف اختلفت، جنس هذا الحنطة يختلف عن جنس الشعير، ولذلك يختلف أيضا جنس الذهب عن جنس الفضة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لو باع إنسان سلعة غير مقدرة لا بوزن ولا بقيل، ثوب باعه بثوب آخر من جنسه مؤجل الدفع أيضا لا يجوز لتحقق أحد وصفي العلة وهو اتحاد الجنس، يعني من ما يريد يعني يخرج حقيقة. فالفقهاء وضعوا هذه الضوابط وهذه الشروط، بالتالي فإنه لا يستطيع الخروج منها أو الحصول على الربا على ما يعني فهموه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الملخص: العلة عندهم أي عند الحنفية القدر والجنس، أي القيل والوزن، اتحاد الجنس مع التساوي والمماثلة في العوضين، لأن التماثل أو التساوي بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى، والتماثل بالقدر يحقق التماثل بالصورة، والتماثل بالجنس يحقق التماثل بالمعنى. هذا الكلام يحتاج يعني شوية توضيح. التماثل أو التساوي بين الشيئين يكون باعتبار الصورة معنى الصورة والمعنى، باعتبار الصورة والمعنى. والتماثل بالقدر يحقق التماثل بالصورة، يعني مثلا لو أن الإنسان يريد يعني يحقق أن يبيع مثلا سيارة بسيارة، خلينا نقول السيارات ما بيها قضية بس يعني لأجل المثال، أو شات بشات، فالشات هنا التماثل أو التساوي باعتبار الصورة والمعنى، الصورة اللي يشوفها بأنه هذا الشات فعلا سمينة وهذا سمينة وآخر بها كذا وكذا إلى آخره. والتماثل بالجنس يحقق التماثل بالمعنى. فإذا التماثل بالقدر يحقق لنا التماثل وين؟ بالصورة. والتماثل بالجنس يحقق لنا التماثل بالمعنى، لأن المجانسة في الأموال تقارب ماليتها. فالدينار مثلا يقارب الدينار، أي زيادة فيه تؤدي إلى الربا المقصودة بالحرمة. ثانيا، إن علة الربا كونها يعني قوتا مدخرا في الأصناف الأربعة مع اتحاد الجنس وهو بالذهب والفضة فهي الثمنية، واتحاد الجنس وهذا هو في ربا الفضل. أما في ربا نسيئة فالعلة الطعم والادخار دون اتفاق الجنس، ولذلك إذا اختلفت الأصناف فإنه يجوز التفاضل عندهم دون النسيئة، كذلك يجوز في المطعومات الغير مدخرة وإن كانت صنفا واحدا. الأول مع الحنفية يتكلمون طبعا، وربا النسيئة هذا الطعم والادخار دون اتفاق الجنس، لذلك إذا اختلفت الأصناف فإنه يجوز التفاضل دون النسيئة، كذلك يجوز في المطعومات الغير مدخرة
وإن كان صنفا واحدا. أما في النساء اللي قالوا بعض المالكية أن هناك نوعين، قالوا ثلاثة، نسيئة وعندكم أيضا الفضل، الفضل والنسيئة والنساء. الفرق بيناتهم الفضل يعني في الأشياء اللي هي الطعام وغيرها المدخرة، والتي تصلح أن تكون قوتا للناس، وعندكم النسيئة اللي هي الأجل، والنساء بينهما. ملاحظة، يعني لا بد من أن ينتبه طلبة، لأن الفقهاء يتفقون على أن الربا نوعان، أحدهما في البيع وهما صنفان ربا الفضل والنسيئة، والثاني اللي هم يقصدون به النساء ما تقرر في الذمة، وهو صنفان، الأول في الجاهلية وقوله انظرني أزدك، أو الثاني تحت قوله ضع وتعجل، ومختلف عليه بين الفقهاء. عموما المالكية والشافعية عندهم الربا ثلاثة، الفضل والنسيئة والنساء. هذا هو حقيقة تقريبا يعني ما أحببنا أن نوضحه في هذه المحاضرة. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.